وحق كيقول لك غير الشناق هو كيقول وسيط كيقول لك راه الشناق وما كيبغيش كلمه سمسار سمع دابا كيقول لك راه الشناق ولا كيجيب لك الحاولي للمدينه اخويا ما تجيبوش لينا عطا الله 15 الناس يتفاردوا في فوندو ويمشيو ياخذوا الحاولي ديالهم ويجيبوا حنا نداء للشناق ما تبقاش اخويا يعود ما غتبيع عود ما غتبيع ب 50 ولا 60 جمله خلي عندك الحاولي ديالك وبيع ديال 80 ب 80 ديال 70 ب 70 ديال 50 ب 50 ديال 40 ب 40 الى والناس غادي ياخذوا عندك يعني ملي غادي يلقاو الناس يعني الثمن مزيان كل حاولي والثمن ديالو غادي تقدمهم عندك اش خفتي هما كيبقى ولاد الحرام اش كيديروا كيبقاو يروجوا عندنا العيد راه ما كاينش عندنا هذه الكساب مسكين كيخاف يقول لك راه هما ناس خطيه ولا خطيه والشناق هو اللي كيكون كيولي كيربح لذلك الاخوان الكرام نداء الحكومه اول حاجه الوزير ديال الفلاحه هذا نداء لانه حكم انه كيتحكم في هذه المساله هذه خاصو يحيد الشناقه خاصو يخرج واحد الناس معنيين للاسواق ويشوفوا الشناقه الامر صعيب شويه شوف علاش صعيب يخرج واحد الاقتراح ديالك شنو مثلا شنو غادي شوف يخرج واحد اللجنه والدور في الاسواق ديال كل شوف كل مدينه كاينه الجماعه كاينه الاخوه الكرام البلديه يخرجوا واحد كاينه سيرفيس دي جين مثلا بغيتي تقول ربما نكملك الاقتراح ديالك ربما اي واحد اللي غادي يدخلوا مثلا الرحبه غادي تعطيهم واحد البادج الله يرحمه وفيه واحد الرقم انا شريت من عدد كسب هذا باش يعرف شكون واحد الرقم في المقعد حيت كاين اللي كيشري الحاول وكيبقى خاسر كيمشي في حالات كيهرب راه حيت مشينا مؤخرا دابا السوق لقينا شي حواله ما فيهمش طانقه دابا اسمع هادشي اللي بغينا نقول حنا بغينا ندير واحد اللجنه والدور تراقب الاسواق سمعتيني تشوف الحاول واش فيه طانقه واش ما فيهش طانقه اللي فيه طانقه معروف مولا اللي فيهش طانقه خاص يحيدوه ويضربوه بخطيه باش يتعلم انه راه كاين اللي كيجيب الحاول ديال الزباله وكيبدا يمقص فيه وكيبيعوا الناس راه حشومه وعيب وعاد هادشي صورنا عليه ياك ولا لا هو الحمد لله ياك ماشي كيمشي بعدا كاين راه كنقول شوف راه كنقول الواقع يعني راه ماشي باغي نبان ولا حق الشهره اللي بغى الشهره الله يعطيها لي راه غير واحد القضيه كضرب النفس على الفقير اما شكون اللي كيعطيك الفقير غير خو الفقير لذلك الشناقه لا عزاء لكم وانا معكم حتى العيد ان شاء الله باذن الله ولكن الى المواطن انه مشى وخالف هذا اللي كنقول راه المواطن باغي يكذبوا عليه وباغي ينصبوا عليه راه شنو قال خونا قال لك اللي طاح في المقلق غادي يتقلق لذلك المواطن هما اللي غيطيحوا في المقلق ويتقلقوا عندنا خليو يرجعوا الحولي خليو يرجعوا الاخر كاين الخصاص خليه يرجع لهم حنا ما غاديش نعيدوا اخويا ماشي نقول الغاء العيد لان العيد واجب شو اللي غادي امر في هذا هو الملك ديال حنا كمواطنين كنهضروا على الغلاء ديال الحولي اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد صافي برتي هويش في الشناقه عاوتاني معاهم غنلقى التعالي غادي نخرج لهم عاوتاني ها زيد هاد كاين حاضروا من اي منطقه هاد الشناقه اللي عاينوا فيه شوف من المنطقه هادو راه دابا هذا راه غير بو اللي كيصرف عليه كتلقى معاجنه وبوه خابز هو راه مكسل سمع كيف وانا راه كنسرحوا وانا انت ضحيه بوك خرجتك من المدرسه باش تسرح لي حنا ما شغلناش حنا هذيك الساعه قول بوك لا بغى نقرا سير دبر على شي واحد يسرح لك الى اخره انت خرجتي خلقك الله العذاب والتماره ابقى في العذاب والتماره ما تبقاش بدا تشكوشك علينا حنا كنبغيو كنقول لا للمغالاه يعني المسلم خاصو يكون اذا باع سمحا واذا اشترى سمحا هادو ما فيهمش الاخلاق ديال الدين ما كيعرفوش الشرع ديال الله عز وجل وما كيعرفوش يعني الخطوات ديال الدين كيضربوا ويخرقوا الحلوف والقسم اقسم بالله والحلوف وتلحوا ما في 10000 وما الصباح كيقسم عليه هذاك المال حرام كيدخلوا لدارو واخا سي كمال نضحكوا شويه حيت بنتي لي شويه كاعي ما جاكش البرد مع هاد ما جاكش شويه البرد ها البرد هي الحضيه البرد هو الحسد البرد هو الحاضيك بنادم هذا هو البرد اما راه الشيء الله يبعد عليك هاك حراس شكون لابس على نصكم واكل الخبز واتي باش تعيش به خير اما راه حضاك بنادم وانت اصلا بحالك بحالو هذاك هو البرد هذيك هي هذاك هو العصاب ديال بصح سي كمال الراقي كنعرفوا الرقات اللي كاينين في المغرب وفي عدد من الدول يعني كيكونوا دائما يعني اللبس ديالهم ما غاديش نقول يعني كيكونوا لابسين الجلابه دايرين هذيك في راسهم انت كنشوفك صراحه سبور موديرن كيفاش هاد القضيه انا خويا كنشوف انا كنعاصر العصر ديالي سمعتيني الكليان ديالك عاجبين لكم ما انا شوف انا متواضع ما فيا شوف جلالب والقوالب سمعتيني انا هكا انا كنمشي حتى في عندي في الدار عندي جلالاب عندي الاقميسه عندي طوق كنشوفك كنلبسها من الجمعه للجمعه ولكن انا متواضع انا بغيت نمشي بغيت نمشي بحال هكا سمعتيني بغيت نمشي عند هكا يعني الناس ما فيهاش النفاق انا شعبي انا متواضع سمعتيني انا وكل الناس اللي دخلت البيوت ديالهم راه كيعرفوني الى اخره هادشي اللي كاين اما الجلالاب راه عندنا القفطان عندنا السوسدي عندنا الموبرا عندنا الطاقيات عندنا الشالات هذا اللباس هذا اللباس سبورتي بشركة شي جن مداصر كنعطيو حسابه ما قلتلوش لا باغي يضربك بنص الرساله الاخيره خويا الشناق على عزاء لكم من هذا المنبر هذا قل موتوا بغيديكم انا الفقير كنقول له خويا ما عندكش ما تشريش اخويا سمعتيني كيقول لك حق اصلا اللحم ولا مضر بالصحه اللحم مابقاش داك اللحم بيو ولو على البراوات والى اخره ومهم هلم جر لا لا ما نقولوش شكرا حاول عمي اللحم مزيان اللحم مزيان وضروري اذا المشاهدين اللحم مزيان ياك
اسمع اللحم مزيان، اللحم مزيان. اش ما موضوع هذا؟ الحول 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 الكبير. الكبير الكبير الكبير. خلي نعاودو نديرو معاه. خليه يبان تما بالو 90000. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هذاك الشيء اللي كاين. هذا اذا مشاهدينا نكتفيو بهذا القدر هذا من هذا البث المباشر، دمتم بخير والى اللقاء. عاد قلت كلمه زوينه وشحاول يدير.